هاي يوتيوب، حبيت نبارتاجي معكم انكا سامبل من كومبوزيت اللي عديو عليا في الكابينة. اول حاجة دخلتكم من الكابينة تاعي وباش نعرفكم على لي زوتي اللي نخدم بيهم جينيرالمون. معروف الكومبوزيت انه فيه ياسر ياسر منتجات نستعملوها كطبيبة اسنان. راح تكوني حابة تعرفي كي نكون راح نعمل حالة كومبوزيت، سي كوا لي برودوي لي بلو اوتيليزي اون الجيري سبيسيالمون. لا بروميير دي شوز اللي نستعملهم واللي نحب نعرفكم عليهم هما لي فريز. لهنا كيما راني تشوفوا لي فريز اي بورت فريز. نحب لي بورت فريز لانه في النظام ابداع. هنا كلك فريز المخلطه يعني انتر اوندو اي كومبوزيت، وهنا انا مخلطه اوندو كومبوزيت. انا نحب نحط الكومبوزيت وحده والاوندو وحده. انا نستعمل كومبوزيت من لا مارك ايفوكلار، ودي لا مارك مشهوره جدا في الجزائر، ولو برومي ديستريبيوتور هنا في الجزائر هو اورودا. اكيد راح نستعمل برايمر اند اديزيف تاع ايفوكلار لانه انا ما نحبش نخلط ويكونوا سيراميك يعني مش ريزين. جمال البرايمر والاديزيف كيفاش محطوطين. نحب نفهمكم انه لادي شك اديزيف لازم تستعملوا كيما تقول لك النوتيس اللي كاينه فيه، يعني ما تستعملش مراس كان رابر دام. احنا دخلنا في ادوات البوليساج، والبوليساج اللي تري تري امبورطون والادوات تاعو ياسر، وانا ننصحكم انكم تنفيستيو في البوليساج لانه هو اللي حياتكم عمل رائع. فهمتوا يعني بوليساج راح يزيد لك من الخدمة تاعك، يخليك انك تخدم خدمة avec une bonbon finition. اي اون بلوس الجليسيرين، معروف الجليسيرين العمل تاعو، نحبكم تحطوا لي في لي كومونتير بوركوا اون يوتيليز الجليسيرين في لا ديرنيير ايتاب دو لا فوتو بوليميزاسيون لانها اون ايتاب تري امبورطانت. الناس اللي تعرف مدى بها تشاركنا الاش في با. اي كما قلت لكم البوليساج اي لي زوتي تاعو، انا نحب ياسر لي ديسك تاع البوليساج يخليوني نخدم خدمه افيك اون فينيسيون تري 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 كلير. هنا كاين الاشكال والانواع كل عندي ما شاء الله، ونتمنى منكم انتم اوسي يعني تنفيستيو في الحوايج دي. اهم حاجه في الكومبوزيت هو البوليساج، اهم حاجه الى سكولتور. ما تعرفش لا سكولتور ما تعرفش لو بوليساج سي با لا بين تدخل كومبوزيت. شوفوا هنا في نهايه الحاله ما شاء الله، خليكم تستمتعوا بالحاله وشكرا، وتعليقاتكم تهمني ياسر.